أكوان الله وآياته أفاق النور وبركاته مرج البحرين بحكمته لا يبغي ملح وفرات خلق الأكوان وزينها أضواء النور وسبحات وجبالا أرسى بقدرته زرع وثمار ونبات أحوال الخلق يدبرها شهدت بالجود الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى لقاء جديد من لقاءات آيات للموقنين. الله تعالى قال في كتابه الكريم: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه الآيات أيها الأحبة هي وسيلة لنا، وبخاصة في هذا العصر، لنزداد إيمانا. فعندما يرى المؤمن إعجاز الخالق عز وجل لابد أنه يزداد إيمانا بالله. نتذكر حادثة الأحزاب عندما صدق الله المؤمنين وخذل الكافرين والمنافقين والمشركين. قال تبارك وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ماذا كانت نتيجة رؤية هذه المعجزة، معجزة يوم الأحزاب عندما نصر الله المؤمنين في ظروف صعبة جدا؟ قال تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن الإيمان والتسليم هو في رؤية الإعجاز. إذا أردت أخي الحبيب أن تزداد إيماناً بالله وتسليماً للخالق عز وجل، فعليك أن تتأمل آيات الإعجاز العلمي. سوف نتأمل ظاهرة الليل والنهار أيها الأحبة. هذه ظاهرة معقدة، سوف نرى كيف أن كرتنا الأرضية أثناء دورانها تتشكل طبقة رقيقة جداً من الضوء، هي طبقة النهار على الوجه المواجه للشمس. ونرى طبعا أثناء دوران الأرض أن هناك منطقة فاصلة بين الليل والنهار. انظروا هذا الخط في المنتصف، الليل على اليمين والنهار على اليسار، وبينهما خط دقيق جدا. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. سبحان الله، خيط دقيق جدا بالكمبيوتر يظهر بين الليل وبين النهار. انظروا أيها الأحبة، هذه طبقة النهار الرقيقة جدا، لا تكاد يعني تزيد عن 100 كيلومتر، مع العلم أن قطر الأرض أكثر من 12,700 كيلومتر. هذا هو النهار، إنه رقيق جدا، وأثناء دوران الأرض فإنه ينسلخ وينزاح كلما دارت الأرض حول نفسها في مواجهة الشمس. انظروا طبقة رقيقة تظهر باللون الأزرق. هذا المشهد أيها الأحبة يذكرنا بقوله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. سبحان الله، انظروا هذه الصورة بالكمبيوتر، الخيط، هناك خيط دقيق جدا، هذه منطقة لغرب أفريقيا وغرب أوروبا، الليل على اليمين والنهار على اليسار. هذا المشهد أيها الأحبة يعني لا يمكن لأحد أن يصوره لنا، لا يمكن لأحد أن يصور لنا عملية التداخل الدقيق بين الليل وبين النهار. لماذا؟ لأن العلوم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الذي عاش في القرن السابع الميلادي
لم تكن قد تطورت بعد، ولم يكن الناس يدركون أن طبقة النهار رقيقة جدا. الله تعالى قال: يغشي الليل النهار. انظروا معي أيها الأحبة، الليل يغشي النهار، يغشي الليل النهار، الليل هو الذي يغشى النهار وليس العكس. في القرآن الكريم لا يوجد آية تقول يغشي النهار الليل، هذه دقة علمية في كتاب الله تبارك وتعالى. دائما يغشي الليل النهار، في آية ثانية والليل إذا يغشى، الليل هو الذي يغشى. وتبين أيها الأحبة أن الأرض تسبح في ظلام دامس، وهناك طبقة نهار رقيقة جدا فقط موجودة على الوجه المقابل للشمس، أما الوجه الآخر فلا، مظلم، ظلام أو ليل. آيات للموقنين. إذن هذه العمليات المعقدة التي نراها، الخيط الأبيض والخيط الأسود، وعملية انسلاخ الليل عن انسلاخ النهار عن الليل، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، انظروا نسلخ منه النهار، لم يقل العكس، نسلخ الليل من النهار، يعني دقيق جدا القرآن الكريم سبحان الله. والأعجب من ذلك أنه عز وجل أشار إلى ظاهرة تداخل الليل والنهار، إنها ظاهرة عجيبة جدا. قال الله تبارك وتعالى فيها: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج النهار في الليل، تولج الليل في النهار، انظر الليل أولا لأن الليل هو الأكثر، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. بعد أن أدركنا كل هذه الحقائق ورأيناها يقينا، ماذا قال تعالى؟ وترزق من تشاء بغير حساب. أخي المؤمن، هل تيأس من رزق الله تبارك وتعالى الذي خلق هذا الكون بكنوزه بأسراره، خلق هذه الأرض بكل ما فيها، الذي سخر لك كل شيء في الكون؟ قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لذلك أيها الأحبة نقول: هل تفقدون الأمل من الله عز وجل؟ هل هذا إله نفقد الأمل من رحمته إذا مرت بنا الظروف ضيقة مثلا؟ ينبغي دائما أن نأخذ العبرة من آيات الإعجاز العلمي، وكل آية من آيات الإعجاز العلمي في القرآن تتبعها عبرة وموعظة وفائدة لنا في حياتنا. فكما أن الله أحاط بالليل والنهار وخلق الليل والنهار، كذلك هو قادر على أن يرزق من يشاء بغير حساب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم والتقوى والإيمان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آياته للموقنين رتلت ذكرا مبينا، شمسه بالنور تسري جل من أقرى العيون، أبدع الأغصان فضلا، أنبت الحب الحصينا، أقرى بحرا عند بحر، برزخ الآيات فينا، مالك الأقدار ربنا.